هاي يا حلوين، رمضان كريم وان شاء الله صيامكم يكون مقبول. احنا تقريبا صرنا من ثاني اسبوع من رمضان، وبتمنى الكل عم بيتسحر لانه من اهم الوجبات اللي لازم يتناولها برمضان. خلينا اليوم نحكي عن الاغذيه المهمه اللي لازم الواحد يتناولها بوقت السحور. اول شيء حنبدي بيه هو التشيا سيدز. طبعا التشيا سيدز بتشبع وما بتعطش ثاني يوم. راح اعطيكم وصفه كثير حلوه فيكم تجربوها بوقت السحور، بتشبع وما بتخليكم تعطشوا ثاني يوم. وتاني شيء فيكم تتسحروا منه هو اللبن. اللبن فيكم تخلطوه مع خيار، او فيكم تستخدموا اللبن اليوناني مع او الجريك يوغورت مع الفواكه. وتالت شيء فيكم تناولوه بفترة السحور هو الفول. حننقعه قبل بيوم، ورا يوم حنطبخه ونحضره ونجهزه حتى لما يصير وقت السحور فيكم تتناولوه ايمت ما بدكم. وكمان بوقت السحور فيكم تتناولوا البطيخ او الرقي. طبعا الرقي بنسبه عاليه من المي، فهذا الشيء رح يشبعكم، ما رح تحسوا بالعطش ثاني يوم. واكيد يا حلوين فيكم كمان تتناولوا البيض المغلي. اهم شيء بوقت السحور انه ما نتناول نسبه عاليه من الملح او نقلل نسبه الملح، لانه الملح بيخلينا نعطش ثاني يوم. طبعا هالاكلات اللي او هالاشياء اللي او هاي الاغذيه اللي وصفت لكم اياها هلا بتشبعكم وما راح تخليكم تعطشوا ثاني يوم، وراح تخليكم انتم نشطين يعني ما جوعانين ثاني يوم، او بتخلي فتره الصيام سهله عليكم وما راح تحسوا ان انتم عطشانين او جوعانين بفتره الصيام. وهيك يا حلوين كون عطيتكم نصائحي بالنسبة لوجبة السحور. لا تنسوا انه هالوجبات للناس اللي حابة تاخذ الفرصة وتنزل وزنها بوقت رمضان. ولا تنسوا اذا حبيتوا الفيديو اليوم لا تنسوا تحطوا سبسكرايب وتشعلوا جرس التنبيه وتحطوا لايك بوتن حتى دائما ننزلكم فيديوز تستفادوا منها وفيدكم بيها. باي.